بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الأرض آيات للموقنين. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، أساتذة وطلابا، أرجو الله سبحانه وتعالى أن أكون عند حسن ظنكم، وأسأل الله أن يوفقني لتوضيح حقيقة أؤمن بها وأعلق عليها أمالا كبيرة. بادئ ذي بدء، هناك مقولة علمية: كمال الخلق يدل على كمال التصرف. فالله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض، وهذا الخلق معجز. لو تتبعنا الظواهر الفلكية وظواهر الأرض وظواهر النبات والحيوان والإنسان، نحن أمام كون معجز. لذلك قال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين. هذا الإله العظيم الذي خلق هذا الكون، يعني عدد كبير من مئات ألوف المجرات هذا الكون، ونحن مجرتنا درب التبابنة مجرة متوسطة، وعلى هذه المجرة نقطة صغيرة هي المجموعة الشمسية، والأرض أحد كواكب المجموعة الشمسية. هذا الكون المعجز له إله عظيم. كمال الخلق يدل على كمال التصرف. إذن لا يمكن أن يدع الإله العظيم عباده من دون توجيه، من دون رسائل. لذلك أرسل الأنبياء والمرسلين ليبينوا لهذا الإنسان سر وجوده وغاية وجوده. يعني في نقطة دقيقة جدا، هذا العقل له مبادئ ثلاث: مبدأ السببية، مبدأ الغائية، مبدأ عدم التناقض. وهذا الكون نظم الله الخلق على نظام السببية، فالسبب ينقلك إلى المسبب، وهكذا نصل إلى الله عز وجل. فإذا تفكرنا في خلق السماوات والأرض انتقلنا من هذه الأسباب إلى مسبب الأسباب. والله عز وجل خلق الإنسان في أحسن تقويم. والإنسان بالمناسبة هو المخلوق الأول عند الله. الدليل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. لأن الإنسان في عالم الأزل قبل حمل الأمانة، سخر الله له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، تسخير تعريف وتسخير تكريم. موقف الإنسان من تسخير التعريف أن يؤمن، وموقف الإنسان من تسخير التكريم أن يشكر. فإذا آمن وشكر حقق الهدف من وجوده. لذلك قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. أنا يتحقق وجودي حينما أؤمن
وحينما أشكر الله عز وجل على نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرجاء. والإنسان أيها الإخوة مخلوق لجنة عرضها السماوات والأرض، لذلك قال تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما لأن دقيق هؤلاء البشر 7 مليارات وزيادة، ما منهم واحد إلا ويتحرك. لماذا يتحرك؟ لأن الإنسان كائن متحرك. ما الذي يحركه؟ حاجته إلى الطعام والشراب حفاظاً على بقائه كفرد. وما الذي يحركه أيضاً؟ حاجته إلى شريك في الحياة حفاظاً على بقاء النوع. وما الذي يحركه أيضاً؟ الحاجة إلى التفوق حفاظاً على بقاء الذكر. فأنت بين الحاجة إلى بقاء الفرد وبقاء النوع وبقاء الذكر. في أثناء هذه الحركة، إما أن تكون هذه الحركة وفق منهج خالق السماوات والأرض، وفق منهج الصانع، والصانع هي الجهة الوحيدة التي ينبغي أن تتبع تعليماتها لأنها الجهة الصانعة، فلا بد من أن يتحرك وفق منهج الخالق عز وجل. لذلك أرسل الله الأنبياء والمرسلين بمناهج تفصيلية. وأنا أقول كلمة دقيقة: ما كل ذكي بعاقل. الإنسان قد ينال أعلى شهادة في الأرض، لكن إذا ما عرف سر وجوده وغاية وجوده وماذا بعد الموت ولماذا خلقه الله، ما عرف القيم والمبادئ التي ينبغي يتحلى بها، هذا الإنسان يعد ذكيا في أعلى مستوى، لكن لا يعد عاقلا لأنه غاب عن سر وجوده وغاية وجوده. فلذلك الله عز وجل أرسل الأنبياء والمرسلين. هذا النبي يقول للناس: أنا نبيكم أو أنا رسولكم، مع منهج. المنهج: افعل ولا تفعل. ما دام في ولا تفعل له أعداء، فالذي ألف التفلت يعطي نفسه كل شهواتها. جاء منهج رباني يقول له: شرب الخمر حرام مثلا، السرقة حرام، ما دام في شيء محرم صار لهذا النبي أعداء. فكيف يشهد الله لنبيه أو رسوله أنه نبي؟ لا بد من أن يجري على يديه خرقا لنواميس الكون لا يستطيعه إلا خالق السماوات والأرض. فسيدنا موسى ضرب البحر فإذا هو طريق يبس، سيدنا عيسى أحيى الميت. ولكل نبي معجزة، ولكن معجزات الأنبياء السابقين جميعاً معجزات حسية، بمعنى أن هذه المعجزة تتألق عود الثقاب، تتألق وتنطفئ وتصبح خبراً يصدقه من يصدقه ويكذبه من يكذبه. لكن لأن النبي الكريم خاتم الأنبياء والمرسلين، ولأن بعثته خاتمة البعثات، ولأن كتابه خاتم الكتب، لا بد من أن تكون معجزته مستمرة، ولن تكون مستمرة إلا إن كانت علمية. ففي القرآن الكريم 1300 آية تتحدث عن الكون والإنسان، 1300 آية. وكلما تقدم العلم اكتشف حقيقة ذكرتها الآية قبل 14 قرنا، وهذا دليل قطعي على أن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن، يعني ومضى من هذه الومضات. رائد الفضاء حينما صعد إلى القمر قبل 20 عام، أول رحلة فضائية للقمر، بعد فترة من الزمن من انطلاق المركبة، صاح رائد الفضاء بأعلى صوته: لقد أصبحنا عميا لا نرى شيئا. ما الذي حدث؟ رواد الفضاء في جو الأرض هناك ظاهرة فيزيائية اسمها انبثار الضوء،
فأشعة الشمس حينما تسلط على ذرات الهواء هذه ذرات تعكسها على ذرات أخرى، فنحن في الأرض في مكان في أشعة الشمس في مكان آخر في ضوء الشمس. لكن لما تجاوز رواد الفضاء طبقة الهواء ألغي اندثار الضوء، فلما ألغي اندثار الضوء دخل رواد الفضاء في ظلام دامس، فصاح رائد الفضاء وقد سمع هذه الصيحة أحد علماء الفلك المصريين دكتور فاروق الباز بقاعدة فلوريدا في أمريكا، صاح هذا الرائد: لقد أصبحنا عميا لا نرى شيئا، لأنه ألغي اندثار الضوء. تفتح القرآن الذي نزل قبل 1400 عام، يقول الله عز وجل: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوما مسحورون. هذه الآية تطابق تماما الحدث الذي ظهر مع إطلاق أول مركبة إلى القمر. يعني أنا بالمناسبة أنا ممنوع أن أثني على الدين إذا وافق العلم، لكنني أثني على العلم إذا وافق الدين، هي حقيقة دقيقة. فهذه حادثة. شيء آخر، أقرب نجم ملتهب إلى الأرض، طبعاً الشمس نجم ملتهب، أقرب نجم ملتهب على الشمس إلى الأرض يبعد عن الأرض 4 سنوات ضوئية. ومن منسياتكم أيها الطلاب أن الضوء يقطع في الثانية الواحدة 300,000 كيلومتر، فأربع سنوات ضوئية 300,000 كيلومتر ضرب 60 بالدقيقة، ضرب 60 بالساعة، ضرب 24 باليوم، ضرب 365 بالسنة، ضرب 4. هذا الرقم ابنك الصغير مع آلة حاسبة ودقيقتين يحسبه لك. لو في طريق سالك لمركبة أرضية لهذا النجم اللي هو أقرب نجم ملتهب على الشمس، لاحتجنا كي نصل إليه بمركبة أرضية إلى 50 مليون عام. 50 مليون عام لأقرب نجم ملتهب على الشمس. طيب هذا نجم القطب 4000 سنة ضوئية، متى نصل إليه؟ كنا ال4 سنوات ال4000. مرأة المسلسل مليونا سنة ضوئية، بعض المجرات 13,000 مليون سنة ضوئية. 13,000 مليون سنة ضوئية. افتح القرآن: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. لذلك إذا أردتم الدنيا فعليكم بالعلم، وإذا أردتم الآخرة فعليكم بالعلم، وإذا أردتم الدنيا والآخرة فعليكم بالعلم. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئا. ويظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد شيء. طالب العلم يؤثر الآخرة على الدنيا فيربحهما معا، بينما الجاهل يؤثر الدنيا على الآخرة فيخسرهما معا. أخواننا الكرام، الأرض في دورتها حول الشمس تسير بمسار إهلي بيضاوي، وهذا المسار له قطر طويل وقطر قصير. هذا البيضاوي، الأرض هنا، الشمس أكبر من الأرض ب1,300,000 مرة، يعني 1,300,000 أرض تدخل في جوف الشمس، وبينهما 156 مليون كيلومتر. والله عز وجل حينما يقول: والسماء ذات البروج، يعني الأرض في دورتها حول الشمس تمر ب12 برجا، أحد هذه الأبراج برج العقرب. هذا البرج في نجم صغير متألق أحمر اللون
اسمه قلب العقرب، يتسع للأرض والشمس مع المسافة بينهما. نجم قلب العقرب، أحد نجوم برج العقرب، يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما. هذا الإله العظيم يعصى؟ ألا يخطب وده؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟ أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، فإن منحنا بالرضا من أحبنا، ولذ بحمانا واحتمي بجنابنا، لنحميك مما فيه أشرار خلقنا، وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل، وأخلص لنا تلقى المسرة والهنا، وسلم إلينا الأمر في كل ما يكون، فما القرب والإبعاد إلا بأمرنا. فيا خجلي منه إذا هو قال لي: أيا عبدنا ما قرأت كتابنا؟ أما تستحي منا ويكفيك ما جرى؟ أما تختشي من عتبنا يوم جمعنا؟ أما آن أن تخبر عن الذنب راجعا وتنظر ما به جاء وعدنا؟ فأحبابنا اختاروا المحبة مذهبا، وما خالفوا في مذهب الحب شرعنا. فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا، فما حبنا سهل، وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا. فأصعب ما في الحب للصب قتله، وأصعب من قتل الفتى يوم أجلنا. فهذا الإله ينبغي أن نخطو وده ونحن في رمضان، أن نصطلح معه، أن نقيم أمره في نفوسنا وفي بيوتنا وفي أعمالنا. الإنسان بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. الإنسان زمن، ولأنه زمن أقسم الله له بمطلق الزمن. قال: والعصر، وجواب القسم: إن الإنسان لفي خسر. أيها الإنسان أنت خاسر. السؤال الدقيق: لماذا يا رب نحن خاسرون؟ قال: لأن مضي يستهلكنا فقط، مضي الزمن وحده يستهلكنا. يعني أنا ما قرأت تعريف جامع مانع قاطع للإنسان كتعريف الإمام الجليل التابعي الجليل الحسن البصري. قال: الإنسان بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. فلذلك جاء الجواب: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. رحمة الله في إلا ما بعد إلا أربع أشياء سماها الإمام الشافعي أركان النجاة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني بحث عن الحقيقة وتحرك وفقها ودعا إليها وصبر على البحث عنها والعمل بها والدعوة إليها. ولو لم يكن في القرآن إلا هذه السورة لكفت. والعصر، أقسم الله بمطلق الزمن: إن الإنسان لفي خسر. يعني ما دام هو زمن، هذا الزمن ينفق إنفاقين، ينفق إنفاق استهلاكي وإنفاق استثماري. فحينما تفعل في الزمن الذي سينقضي فعلا ينفعك بعد انقضاء الزمان، هذا إنفاق استثماري. أما حينما تستهلك هذا الوقت في أشياء لا يعود عليك نفعها، هذا إنفاق استهلاكي. يعني بالتاجر أكل من رأس ماله بعدين فلس، أما إذا أكل من ريع رأس ماله اتنامى هذا المال. فلذلك الإنسان خاسر إذا أنفق وقته إنفاقا استهلاكيا. أخواننا الكرام، سنريهم آياتنا في الآفاق. قالوا: في أنفسهم. يعني كلكم يعلم أن هذا المولود الذي يولد بينزل معه قرص لحمي، نحن يسمى المشيمة، وفي بالعوام بيسموه الخلاص. المشيمة هي قرص لحم يجتمع فيها
يجتمع فيها دم الأم مع دم الجنين ولا يختلطان. لو اختلطا لماتت الأم وجنينها بانحلال الدم. لو أعطينا الآن مريض دم من زبرة أخرى بيموت فورا بانحلال الدم. فهذه المشيمة يجتمع فيها دم الأم مع دم الجنين ولا يختلطان. كيف لا يختلطان؟ قال بين الدمين غشاء عاقل. سماه العلماء الغشاء العاقل لأنه يقوم بأعمال يعجز عنها العقلاء. هذا الغشاء العاقل يأخذ السكر من دم الأم يضعه في دم الجنين، ثم يأخذ الأكسجين من دم الأم يضعه في دم الجنين، ثم يأخذ الأنسولين من دم الأم يضعه في دم الجنين. صافي عند الجنين سكر أكسجين أنسولين بيحتروا بشكل حرارة، فالجنين حرارته تنفلت. الآن غشاء العاقل يأخذ عوامل المناعة عند الأم يضعها في دم الجنين، فجميع الأمراض التي أصيبت بها أم الجنين الجنين محصن منها. الثالثة، هذا الغشاء العاقل أظن ما في جهة بالأرض تستطيع أن تقوم مقامه. كم يحتاج هذا الجنين من أنواع المواد؟ شحوم ثلاثية، سكريات، مواد بروتينية، أنواع منوعة. كم يحتاج؟ وهذه النسب تتبدل كل ساعة. أنا لا أصدق أن أكبر علماء الأرض أو أن مجموعة العلماء في الأرض يستطيعون أن يقوم بهذه المهمة. يغذي الجنين بنسب من جميع الأنواع تتبدل كل ساعة. لكن أحياناً هذه الأم الحامل فقيرة، هو الجنين بده بوتاس، فماذا يعني؟ ما الذي يحصل؟ ممكن الجنين يدق على أمه بدنا بوتاس مثلاً؟ مستحيل. ما الذي يحصل؟ قال الأم في أثناء الحمل تشتهي طعاماً في بوتاس، فبيسموا عنا الشام لوحام. الأم الحامل تشتهي طعام لم يكن ضمن شهوتها سابقا. هذا الطعام الذي تشتهيه هو في الحقيقة حاجة الجنين لهذه المادة. والموضوع طويل كثير، موضوع الغشاء العاقل في هذا القرص الذي اللحمي الذي ينزل مع الجنين. أخواننا الكرام، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. يعني هذا الإله يعصى؟ ألا يخطب وده؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟ لذلك الله عز وجل بقي آية كونية قبل أن ننتقل لآيات أخرى. الله عز وجل قال وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعود. لماذا اشتهر أينشتاين في العالم الغربي؟ صاحب النظرية النسبية وصاحب النظرية التي قررت السرعة المطلقة في الكون، سرعة الضوء. الآن القمر يدور دورة حول الأرض كل شهر. لو أخذنا مركز الأرض ومركز القمر وصلنا بينهما بخط، هذا الخط هو نصف قطر الدائرة التي هي مسار القمر حول الأرض. صحيح؟ ضرب 2 القطر، ضرب 3.14 بي المحيط. طيب كم يقطع القمر في دورته حول الأرض كل شهر؟ نصف قطر الأرض زائد نصف قطر القمر زائد مسافة بينهما ضرب 2 ضرب البي يطلع المحيط. طيب 12 شهر بالسنة، بألف سنة ضرب ألف، في رقم. لو قسمنا المسافة على الزمن الناتج السرعة، قسمنا المسافة ما يقطعه القمر في رحلته حول الأرض في ألف عام، قسمناه على ألف عام، سرعة الضوء بالسنة، تقسيم 365 باليوم، تقسيم 24 بالساعة، تقسيم 60 بالدقيقة، تقسيم 60 بالثانية، هي سرعة الضوء.
مو 300 299 556 هي السرعة الدقيقة جدا للضوء. هذه النظرية النسبية في آية واحدة، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعود. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. أخواننا الكرام، يعني في غدة صغيرة إلى جانب القلب. أنا سمعت من إخوة كرام أطباء أنها تتلاشى بعد سنتين، تضمر، ولأنها تضمر ظنوها لا وظيفة لها، فإذا هي أخطر غدة في الإنسان. كنت في أمريكا قرأت بحث مترجم بهذا الموضوع. أي تايموس مدرسة حربية، الكريات البيضاء المكلفة في الكريات البيضاء جيش بكل معاني الكلمة، في مقاتلين، في خدمات، في قيادة، لكن هذا الجيش يدخل إلى التايموس جندي قوي معه سلاح فتاك لكن جاهل، قد يقتل الصديق. يتعلم في التايموس الكريات البيضاء من هو العدو ومن هو الصديق. والأدق من ذلك أن التخرج بامتحان فيه، فعند تخرج الكرية البيضاء المتعلمة كانت جاهلة، كانت همجية، بالتخرج تصير مثقفة. الكرية البيضاء تعطى عنصر عدو، فإن لم تقتله الكرية البيضاء تقتل. نعم أنتم ترسموا تتموا أحياء، أما هي الكرية إذا رسلت تقتل أو تعطى عنصر صديق، إذا قتلته ترسو. فالتخرج بامتحان شيء دقيق جدا. الآن الكريات البيضاء المتخرجة من التايموس كريات جنود مثقفين، وعندئذ تنتهي مهمة الكلية الحربية وتضمر وتنتهي. الآن المتخرجون يعلمون الأجيال الصاعدة حتى نهاية الحياة. قال يعني بالستين، 65، 70 يضعف التعليم، يعني أستاذ بمل من التعليم. مرة واحد سأله عنه أستاذ درجة أولى، قال له ممتاز بس مالي. هذول الكريات البيضاء ملوا، بينشأ التهاب المفاصل الرثوي، هذا من ضعف التعليم، في أمراض ناتجة من ضعف المناعة، ناتجة من ضعف التعليم. هذا خلق الإنسان. يعني واحد مثلا ماشي بالطريق بوستان وجد أفعى، ما الذي يحدث؟ من يصدق أن هذه الأفعى تنطبع صورتها على شبكية الحية؟ الآلات أمام التصوير، الآيات آلات تصوير احترافية رقمية بالمليمتر واحد فيها 10,000 مستقبل. الشبكية بميلي وثلث فيها 1,300,000 مستقبل ضوئي. العين البشرية تفرق بين 9 ملايين لون، قلبا على وعينين. فهذا الإنسان حينما يعني يؤمن بالله عز وجل وفق أدلة، هذا إيمانه قوي جدا. أنا أقول إذا عرفت الآمر ثم عرفت الأمر فأنت غنيت في طاعة الآمر. فلذلك التايموس تنتهي مهمته حينما يعلم هذه الكريات. في عنا شيء شاف الأفعى انطبعت صورتها على شبكية العين إحساسا، تنتقل هذه الصورة إلى الدماغ. بالدماغ في ملف الثعابين والأفاعي، هذا ناتج من رؤيته، من قصص، من دروس أشياء لما كان طفل، من دروس علوم، كل المستقبلات العلمية من قصص، من مشاهدات، من تجارب، من معلومات تخزن في الدماغ بملف الثعابين. فحينما تعرض هذه الصورة على مركز الدماغ، مركز الرؤية، الدماغ يدرك الخطر، يعطي أمر هرموني معصبي إلى الكظر فوق الكلية، يقول له في خطر تصرف. رئيس الدولة، في وزير الداخلية أو وزير الدفاع، هذا الكظر يبعث 5 أوامر فورية، يبعث أمر للقلب يرفع النبض 180 كان 80، يعطي أمر للرئتين بيزداد الوجيه في الثاني، يعطي أمر للأوعية بتضيق للمعدة، فالخايف بيرتفع نبضه
وبيزداد ويجيب رئتين وبيصبرهم، بيبعث امر للكبد باطلاق كميه سكر اضافيه، لو فحصنا سكره في 220 على 80 سكره زايد، وفي ماده تفرز هرمون التجلط حتى اذا اكل ضربه 60 ما يشوف يروح دمه كله، بيزداد فيه هرمون التجلط. هذا بيتم بثواني، هذا خلق الله. لذلك يعني النبي الكريم الامي ابن الصحراء قبل 1400 عام نهانا عن قطع رأس الذبيحة، والعالم كله تعلق الدواب على خط سير تقطع رؤوسها. لما إذا قطع رأس الدابة تعطل الأمر الاستثنائي في النبض، لو كان النبض 80 القلب يتلقى أمر النبض من زاوية، في عنده مركز كهربائي، لو تعطل مركز آخر، لو تعطل مركز ثالث. لكن حينما يواجه خطر الإنسان النبض لا يكفي، يحتاج إلى 180 نبضة كي تأتي من الدماغ. فلذلك يعني الواحد في له عين برأسه نعمة كبيرة، لكن العين فيها ماء، والماء إذا كان دخل لمنطقة صفر يتجمد ماء عينه، وإذا كان بالشمال الشمال 69 تحت الصفر، معنى كل من يسكن في هذه المناطق يفقدون البصر. الله أودع في ماء العين مادة مضادة للتجمد، حكمة من؟ قدرة من؟ أخواننا الكرام، الطفل الآن ولد يضع شفتيه على حلمة ثدي أمه، شوف يحكم الإغلاق يسحب هواء ويجي حليب، آلية معقدة سماها العلماء منعكس المص. لولا هذا المنعكس ما كان فيه جلسة ولا في الأردن كلها. منعكس المص هلأ ولد، آلية معقدة جدا، لأنه من دون تعليم وما فيها إرادة سموها منعكس. مثل إذا واحد ماشي بالطريق واحد معه دخينة لما سؤال بيعمل هيك، العملية تتلقى أمر من النخاع الشوكي مو من الدماغ، هذا اسمه المنعكس. فالمص منعكس. طيب هذا الجنين قاعد برحم أمه، الرحم ما في هواء، كلكم يعلم في عنا دورتان للدم، دورة عظمى ودورة صغرى، صغرى معطلة إنه هواء ما في، والرئتان معطلتان. مفتوح ثقب صغير بين الأذينين كشفوا عالم فرنسي اسمه بورتالي، والله شيء لا يصدق يا أخوان، أن الدكتور بالجامعة قال حينما الطفل يولد تأتي جلطة تغلق هذا الثقب، تأتي جلطة تغلق هذا الثقب، ولحكمة أرادها الله كل 500,000 طفل الله بيخلي واحد الثقب مفتوح. العملية بتكلف على سعر سوريا شيء 500,000، فكل طفل يولد في ثقب أغلق، تأتي جلطة تغلق هذا الثقب. هذا فعل من؟ والله يا أخوان في الأرض وفي أجسامنا وفي الكائنات الحية وفي النباتات، والله آيات كونية. الإنسان يقشعر جلده من عظمته. آن الأوان أن نعود إلى الله. لذلك الله عز وجل جاءنا إلى هذه الدنيا كي نعرفه، وأصل الدين معرفة الله عز وجل. وإنك إن عرفت الله ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمر، أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من الأمر. إلا في نقطة دقيقة جدا، في بالقرآن 1300 آية، آية علمية، آية كونية وإنسانية، ما في ولا حديث يشرحها. النبي الكريم بأي موضوع عبادي في 200 حديث، كيف 1300 حديث ما في ولا آية بشرحها؟ أنا اجتهادي الشخصي ولعلي مخطئ، إما بتوجيه من الله أو اجتهاد من الله. النبي الكريم ما شرحها، لماذا؟ لأنه لو شرحها شرحا مبسطا يفهمه من حوله لأنكرنا عليه هذا الشرح نحن، لو شرحها شرحا حقيقيا كما هي عليه الآن لأنكر عليه أصحابه، ترك. فكلما تقدم العلم جاء الشرح من العلم لفهم هذه الآية.
يعني بعد ما اخترعوا اشعه الليزر اللي ضبطوا المسافه على القمر بالمليمتر بالليزر، ضبطوا اي شيء. فالله قال غلبت الروم في ادنى الارض. بعد اشعه الليزر تبين انه غور فلسطين اعمق نقطه في الارض قطعا، اعمق نقطه. طيب جاي الايه في ادنى الارض، قال وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، لأن الأرض كرة، المسافة إذا طالت على الكرة صار في عمق، مو مستوية الأرض. وعلى كل ضامر من كل فج عميق، وهذا الكرام يعني والله في مئات مئات الشواهد، لكن هذا يعني مصدر يعني شامبيون. نعم، فأرجو الله سبحانه وتعالى أن نصطلح مع الله في هذا الشهر، وأن نعود إليه، وأن نقتدي بسنة النبي الكريم، نطبق منهجه. إن هذا الدين عظيم، تطبقه الأمة تنتصر، يطبقه الفرد وحده يقطف ثماره الفردية. وشكراً لحضوركم وإصغائكم. السلام عليكم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.